أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، مخصصة للحديث عن مستجدات المواجهات في محافظة الضالع وتحديدا جبهة موريس. احتدام للمعارك بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في جبهة موريس شمال محافظة الضالع، حيث أكدت مصادر ميدانية تمكن الجيش من السيطرة على جبل الحصن حصن شداد والجبال المجاورة بعد قصف مدفعي مكثف. العملية العسكرية للجيش أسفرت عن مقتل عشرات من الميليشيا ودمرت 3 دوريات عسكرية تحمل أفرادا وتعزيزات للحوثيين. وذكر مصدر أن المعارك اندلعت في جبهة موريس عقب محاولة الحوثيين التسلل نحو مواقع الجيش في مناطق وينان والحمراء وصولان والقهرة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مستجدات الوضع العسكري في جبهة موريس بالضالع، وأسباب وأثار اندلاع المعارك في المنطقة، ودور الحكومة الشرعية في دعم الجيش الوطني. تجدد للمواجهات في محافظة الضالع بعد محاولات ميليشيا الحوثي إعادة تموضعها في مناطق تقع تحت نطاق الجيش. وفق مصادر عسكرية فإن معارك عنيفة دارت في جبهة موريس أسفرت عن تراجع مسلحي الحوثي. المواجهات اندلعت بعد محاولات الحوثيين التسلل باتجاه مواقع للجيش في مناطق وينان وصولان والقهرة، وهي مواقع تشكل جزءا مهما من جغرافية موريس، ويستميت الحوثي في السيطرة عليها نظرا لأهميتها الاستراتيجية في التحكم بمحافظة الضالع. المقاومة الكبيرة التي قام بها الجيش أحبطت محاولة الحوثيين وأجبرت عناصرهم المسلحة على الفرار وسط خسائر كبيرة بينها مقتل قيادات ميدانية بارزة. وقد تزامنت هزيمة الميليشيا في موريس مع تدمير الجيش لتعزيزات عسكرية لها كانت قادمة لتعديل ميزان الحرب في المحافظة لصالح الميليشيا. لم تقتصر المواجهات في الضالع على موريس، بل امتدت منها إلى مناطق العود وبيت الشوكي وقرى متاخمة لمدينة إب، وهي مواجهة أدت كما تفيد وقائع ميدانية إلى خسائر فادحة في صفوف الميليشيا وتقدم ملحوظ للجيش الذي بحسب مصادر ميدانية تلقى دعماً محدوداً من التحالف أسفر عن تدمير بعض الآليات العسكرية للميليشيا. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. أهلا بك سيد الهداشي. إذن كيف تقرأ واقع المواجهات في الضالع؟ هل سيتمكن الجيش الوطني من تغيير معطيات الخارطة العسكرية برأيك؟ أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين. أولا أنا استغربت من التقرير عندما يقول تلقت ميليشيا الحوثي ضربات يعني وهزائم وكذا، هذا الكلام يعني غير معقول وغير منطقي وليس حقيقي. الحقيقة أن الجبهة كانت قد انهارت تماما بالنسبة لمحور دم تمريس، كانت الجبهة قد انهارت تماما أمام الحوثي ولم يكن الأمر سرا. الحوثي استمر يجمع قوى بشرية وبعد سقوط حجر نقل المقاتلين حجر ونقل من عدة جبهات أخرى، نقل المقاتلين بشكل رسمي يعني بشكل علني وأمام الناس وتوعد إسقاط الجبهة وعندما والشرعية لم يكن لديها أدنى اهتمام بالموضوع، والقيادة العسكرية التي كانت متواجدة في الجبهة بذلت كل ما تستطيع لتتحرك الشرعية، بالعكس أتاحت الفرصة للحوثي بإيقاف جميع الجبهات حتى الجبهات التي كانت يعني يحصل فيها تراشق ناري أو مجرد مناوشة بشكل يومي، قررت الشرعية إيقافها وأتاحت الفرصة للحوثي للوصول إلى دم. للأسف الشديد هذا هو الذي حصل، أنهارت جبهة موريس، سقط موضوع ناصة وجبال كنا وجميع الجبال المحيطة بالجهة الغربية من دمس، والجهة الغربية من الخط الاسفلتي الواصل بين دمس وقعطبة انهارت الجبهة تماما. ولولا تدخل الحزام الأمني و82 بقيادة صلاح الشنفرة وتدخل أيضا متطوعين يعني جنوبيين من التيار السلفي وبعض التيار الأخوة الإصلاحيين في الضالع، ولولا تحرك قبائل الضالع كانت سقطت جبهة موريس مباشرة. اللواء الرابع الذي كان يسيطر على بعض الجبهة المرتفعات الغربية من الخط الإسفلتي لدمس موريس
هذا اللي يعني كان ثلاثه نهائيا يعني انتهى نهائيا، ولم يبقى مع انه هو افرادي معسكر الصدرين. الحقيقه الحوثي يعني لم يحشد سرا وكذا، بل كان يحشد علنيا وامام الجميع. لم تتخذ الشرعيه اجراءات اي اجراءات لحمايه المنطقه، ولو تدخل الاخوه في المجلس الانتقالي الجنوبي وتدخل الحزام الامني في الضالع وتدخل التيار السلفي من ضمنها الويت العمال بعض الكتائب الويت العمال التي اتت من الحديده لانهارت الجبهه تماما نهائيا. لكن مع هذا كله نحن نشيد بثبوت المقاومه الشعبيه في مريس، المقاومه وليس الجيش الوطني. الجيش كان انهار باستثناء الافراد الذين في اللواء الرابع واللواء 83 الذين ينتمون لنفس المنطقه، اما الالويه كانت انهارت تماما. ما حصل يا سيدي هو يعتبر نفس ما حصل لحجر، الجبهه تترك لوحدها، ولو كانت الجبهه في منطقه المحافظات الشماليه وليس لديها اسناد من الجنوب لكان سقطت تماما. الذي اريد ان اقوله ان الحوثي ركز بعد سقوط حجر، ركز على دم، ركز على جبال العود، ركز على الحشاء. الشرعيه لم تبادر لاجراء اي اتخاذ عسكري. الاجراء العسكري نحن لا نطالبهم بدعم الجبهه بجنود ولا بدعم الجبهه باسلحه ولا بدعم الجبهه بشيء. مجرد ان نطالب الشرعيه وقيادتها السياسيه والعسكريه بمناوشات عسكريه في بقيه الجبهات، اقول مناوشات لاننا لا نطالبهم حتى بالحرب ضد الحوثي، لكن مجرد مناوشات تشعر الحوثي انه سوف يتعرض لخسائر في جبهات اخرى فيتوقف عن ارسال المقاتلين من دم. تصور بعض الجبهات الحوثي سحب 80% من القوات المقاتله ودفع بعشرات بالالاف المعلفه الى دم. من ضمن الاسباب التي ادت الى انتكاسه الدم وهي الانتكاسه الثانيه لمديريه الدم، ضمن الانتكاسه وكان توقفهم في منطقه الحجب. وعبر قناتكم هذا تتذكروا خلال هذا يقول ان الوقوف بالحجب يعني يعتبر هزيمه. من ضمن اسباب الانتكاسه بعض الالويه العسكريه والكتائب العسكريه هي مجرد يعني ارقام كبيره وخياليه في الورق وفي الرواتب، ولكن على الطبيعه لن تجد يعني اكثر من 100 مقاتل، ولا النسبه المتواجده من المقاتلين لا تزيد عن 10% عما هو موجود في كشوفات الرواتب. عوده باستثناء اللواء 83 مدفعيه اغلب ابناء اللواء هم من ابناء بني، لكن الذي اريد ان اقوله انه في الحشية وفي حتى في العود وفي مريس الذين يقاتلون هم المقاومه الشعبيه التي الغير مسجله بالدوائم العسكريه، بينما الالويه تنهار بشكل مفاجئ. واقول انه بالنسبه لمحور حمك اللي هو 30 ذراع تم اعاده تسليمه او تغيير قيادته العسكريه وكادت ان تنهار الجبهه لولا برضو نقول ونؤكد القائد الجديد هادي العولجي وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي الى جانب في جبهه العز، والا كان انهار. اضف الى ذلك جبهه الحشا وهي في غرب الضالع مباشره، هذا المواطنين هم الذين يتصدون للحوثي. الشرعيه لا دخل لها بالمعارك وكان الامر لا يعنيها. هذا للاسف الشديد نحن يتكرر الان ما حصل في سوريا عندما انفرد بشار الاسد بكل الجبهات، كل جبهه على حده حتى اسقط جميع الجبهات السوريه. نفس ما يتكرر اليوم في ليبيا، انفرد حفتر بكل جبهه لحالها حتى لم يتبقى الا طرابلس وسرت بني غازي ومفراطه. الشرعيه تسير الى ما سارت فيها سوريا والى ما سارت في ليبيا. نعم سيد الداشعي، في البدايه يجب الاشاره الى ان يعني من اعد التقرير استمد معلوماته من مصادر في نهايه المطاف. على كل حال وهناك معلومات يعني يمكن نقاشها او الحديث عنها، لكن اقصد الان دعنا نرحب بمن ينضم الينا الان من الضالع قائد الشرطه العسكريه سيد فضل العقله. ارحب بك سيد العقله، ما هي مستجدات المعارك في جبهه مريس بالضالع؟ سيد العقلة تفضل. غير سؤال. نعم، سألتك عن مستجدات المعارك في جبهة مريس بالضالع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، المعارك هي محتدمة منذ أكثر من ما يقارب نصف شهر، إلا أن يوم أمس كان هناك هجوم كبير وحشدوا كل قواهم وكل قادتهم إلى الضالع، وكانوا مقسمين يمينا ألا يصلوا الجمعة إلا في مريس حسب ما سمعنا، إلا أن قوات الجيش استطاعت أن تهلك وتقتل جميع من تقدموا باتجاه مريس. بصراحة لعب القوات المسلحة أمس دورا كبيرا، الجيش الوطني والحزام الأمني وألوية العمالقة والمقاومة والكل اصطف الجميع وبثبات كبير، وكانت المعركة من بعد صلاة الفجر إلى بعد ما يقارب صلاة العشاء لم تتوقف حتى دقيقة واحدة. نعم، طيب في سياق هذا الأمر كيف تقيم أداء الجيش الوطني هناك؟ ما هو دعم الجيش الوطني الذي وصل إلى هذه الجبهة خصوصا بعد التطورات المتسارعة فيها؟ الجيش الوطني أصبح الآن أكثر صلابة مما من الأيام الماضية بعد سقوط هذه المواقع. الدعم الحمد لله، ألوية العمالقة أكدت بعض وحداتها، وخاصة الوصال 10 عمالقة واللواء الرابع استطاعوا ساند الجيش بقوة يوم أمس، والجيش الآن في حال الدعم لا بأس به، ولكن نطالب بالمزيد حتى نستطيع أن نتقدم أكثر. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد العقلة. عندما نتحدث سيد الهداشي عن ألوية العمالقة، اللواء الرابع عمالقة مثلا، كذلك اللواء 12 عمالقة، وأنت تقول أن الجيش الوطني لم يصمد هناك ولم يدعم الجيش الوطني جبهة مريس، ألا يعتبر هذا دعما من قبل الجيش الوطني؟ أولا، ألوية العمالقة هي ألوية غير معترف بها رسميا، وليست ضمن الألوية التي تتبع رئاسة الأركان أو وزارة الدفاع. وقد تم استحضار هذه الحديدة، وأنا ذكرت أنه لولا ألوية العمالقة ولولا الحزام الأمني في الضالع ولولا المتطوعين الجنوب لانهارت الجبهة تماما. الحقيقة أنه الأخ يتكلم عن انتصارات، نحن يمكن أن يتكلم عن صمود، في فرق بين الانتصار والصمود. المقاومة الشعبية في مريس، المقاومة الوطنية في مريس، مع من تبجى من أفراد اللواء الرابع، ومع اللواء 83، بين مزدوجين اللواء 83 هم من أبناء المنطقة، هم جزء من المقاومة الشعبية. هؤلاء صمدوا حتى أتاهم الدعم، وأنا قلت في الحرف الواحد، لولا دعم الحزام الأمني المحافظات الجنوبية ولولا ألوية العمالقة والمتطوعين من التيار السلفي والإصلاحي لانهارت الجبهة تماما. أهالي مريس قدموا تضحيات كبيرة منذ أكثر من 4 سنوات، بينما الموقف المخزي والمريب هي الشرعية، هي القيادة العسكرية في الجبهات الشمالية. لماذا لا تتحرك الجبهات؟ يا أخي، ليس المطلوب، سبق وتكلمت حتى أثناء حرب عجوز، ليس المطلوب أن تهاجموا، المطلوب أن تطلقوا رصاصات في الجو، المطلوب أن تطلقوا رصاصات حتى في شيء، المطلوب أن تحركوا ألوية أو بعض الأفراد حتى يشعر العدو أن هناك حركة قد تضره فيتوقف عن إرسال الأفراد إلى دمت ومريس. الآن بعد أن كانت حجر تقاوم الحالة، الآن الحوثي انفرد بدمت وسقطت مواقع كنا وموقع ناصة، وجبل ناصة هذا جبل استراتيجي. وللأسف الشديد تم إبلاغ قيادة المحور وتم إبلاغ القيادة العسكرية أن الحوثي عندما استولى على جبل الشامي وهو غرب جبل ناصة، فإن الهدف بالعقل والمنطق هو جبل ناصة، ولن يتخذوا أي إجراءات، وسكت الموقع الاستراتيجي هذا بسهولة جدا، سقطت المواقع من الحجب، اضطر الجيش والمقاومة الشعبية أن ينسحب بعد سقوط ناصة أن ينسحبوا من بيت اليزيدي إلى غور الديمة جنوبا. إذا المطلوب حتى دعنا من الماضي، المطلوب الآن من القيادة العسكرية في الشرعية تحريك جبهات ولو من باب المناوشة. المشهد السوري يتكرر بحذافيره بأجدياته، عندما استطاع بشار الأسد بطريقة أو بأخرى أن يصل معه هدى مع كل جفاء على حدة، وظل ينفرد بين جفاء جفاء حتى جفاء على كافة الجبهات، وأصبحت أغلب سوريا الآن لديه. وإذا لاحظت المشهد الليبي،
الحكومه الشرعيه التي كانت في طرابلس يعني كانت تمتلك حوالي 75% من الاراضي ومن السكان. استمر حفتر وخلال 3 سنوات ينفرد بهم جبهه تلو الجبهه حتى وصل الان الى داخل طرابلس او الى مشارف طرابلس. اخي المشهد الليبي والسوري يتكرر بحذافيره في اليمن. المطلوب ان الشرعيه تحرك كل الجبهات وبلاش انا قلت ليس المطلوب المهاجمة الحوثي اذا كان هناك قصور في الاسلحه. المطلوب فقط مناوشات عسكريه، اشتباكات تسمى اشتباكات روتينيه، لكن الشرعيه حتى الان شبه محايده. الاخ قائد الشرطه العسكريه الاخ الأغلى انا اشكره واشكر الحزام الامني في الضاله واشكر العمالقه السلفيه، كما اشكر المتطوعين الذين هبوا من جميع مديريات الضاله ومن بعض مديريات نهد للوقوف اخوانهم في مريس. مريس هي خط الدفاع الاول عن الضاله وعن المحافظات الجنوبيه. وهذه ربما الأهمية طبعا مع وضع الاعتبار للسكان والساكنين والقاطنين فيها. هناك من يتحدث على أن هذه الأهمية الاستراتيجية لمريس فيما يتعلق بأن الوضع والمعركة في اليمن هي معركة كاملة مع ميليشيات الحوثي. أعود إليك سيد العقلة في سياق مناطق تمركز الحوثيين، يعني كان هناك قبل فترة آمال بأن تتقدم المقاومة ويتقدم الجيش الوطني إلى دمت ويواجه الحوثيون هناك، لكن الآن كان هناك هجوم عكسي في الفترة الماضية. هل تتوقع في الأيام القادمة أن يكون هناك تقدمات؟ ما هي خارطة لديك؟ كيف تتوقع أن تكون الأيام القادمة؟ نعم، بعد أن توقف اختلاط الأخ هذا في جميع الجبهات في اليمن تم التركيز على الضالع لكسرها باعتبارها المحافظة الأولى تحررت من الحوثي في 2015، ولذلك قاموا بحشد كل قواهم وكبار المقاتلين وكبار القاده المقاتلين على الضالع. استطاعوا تحقيق بعض التقدم وبسبب ما كان الفارق في ميزان القوى. باذن الله تعالى اذا اراد التحالف، ونقول بصراحه يعني اما الشرعيه حتى لا نطعن فيها باكثر فهي ليس لديها شيء، سواء كان قائد محور ولا قائد منطقه ولا غيره، فلا يملكون بأيديهم شيء، كل شيء بيد التحالف. إذا أرادوا التقدم واستطاعوا أن دعم الأنوية العسكرية في المنطقة قد يتقدموا إذا حصلوا على الإمكانيات الكافية في حرب الهجوم. غير ذلك لا أستطيع أقول لك شيء إلا أن ندافع على منطقتنا ولو نبي أولادنا. طيب ما هي المناطق الآن التي يتمركز فيها الحوثيون سيادة العقيد؟ يتمركزون في دمت وجبل ناصا وجبل الشامي والمرتفعات التي تجرب على مريز مباشره، وكذلك على جبل العود بعض، اما جبل العود فما زال مع الجيش. طيب بالنسبه للمعدات العسكريه، الامكانات التي لدى افراد الجيش هناك، هل لديهم ما يقدرون على مواجهه ميليشيات الحوثي في؟ ما هي المطالب بالنسبه لي قيادة الجيش وقيادة هيئة الأركان للإمداد في هذا الوقت؟ والله لدينا إمكانيات الدفاع، وبالنسبة للدفاع سوف ندافع كما قلت لك بمساعدة جميع أبناء القبائل والمنطقة والجيش وما سوى ذلك. الإمكانيات هي أنت تعلم أن بالنسبة لأسل ألوية العمالقة الإمكانيات عندها إمكانيات دولة، اما بالنسبه للجيش الوطني نتمنى من قياده الشرعيه ان تتواصل مع الاخوه في التحالف وان يلتفتوا الى جيش الدوله، لان الان الغالب تبدا ان يكون الى مكان الجميع يعرفه. لكن اذا استطاعت الدوله اقناع التحالف بدعم مؤسسات الجيش الوطني وخاصه المنطقه الرابعه الذين لم يتلقوا غير المرتبات فقط من الدوله فقط الى الان لم يتلقوا من التحالف شيء، فنرجو اعاده النظر في هذه المساله. شكرا سيادة العقيد فضل العقلة قائد الشرطة العسكرية، كنت معنا من الضالع، على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك سيد الهداشي، ونحن نحاول التواصل مع قيادات في الجيش في مأرب على الأقل مع المتحدث باسم الجيش العميد عبد المجلي، ونأمل أن إذا معنا سيادة العميد سيادة اللواء عبد المجلي أرحب فيك، كيف تتابعون الوضع في الضالع؟ سيد مجلي. نعم. نعم، كيف يتابع الجيش؟ أهلا وسهلا بك أخي العزيز، وأشكر لك ورسالة المشاهدين الكرام. نعم.
نتحدث عن الضالع، الوضع في الضالع هناك، كيف يتابع الجيش الوطني وقيادة الجيش الوطني كيف تتابع الأوضاع هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجيش الوطني ليس يتابع الوضع هناك، ولكن الجيش الوطني يقدم التضحيات الغالية في سبيل استعادة تلك المناطق التي تسللت إليها الميليشيات الانقلابية الحوثية. الجيش الوطني أخي حقق تقدما على جبال استراتيجية في منطقة العود في مديرية النادرة بمحافظة إب، كما أنه سيطر على جبل العود وجبل الستر. من الناحية المقابل في مريس استطاع الجيش الوطني استعادة عدد من المواقع، لكن لا زال هناك موقع ناصا تحت سطوة وسيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية التي تسلت إلى ذلك الجبل، لكن قوات الجيش الوطني في تقدم مستمر وبإسناد طيراني. الميليشيات الانقلابية الحوثية فعلا قامت بالضرب العشوائي بقذائف المدفعية والهاون والهوزر على عدد من القرى والأماكن الآهلة بالسكان، وكان هناك عدد من الشهداء من غالبيتهم من الأطفال والنساء. الجيش الوطني حقق عمليات نوعية ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية، واستطاع تكبيد الميليشيات الانقلابية الخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات. الأيام القادمة ستكون قاسمة على الميليشيات الانقلابية الحوثية، ولن تستمر تلك الميليشيات في السيطرة على تلك المناطق. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العميد. أعود إليك سيد الهداشي، برأيك ما هو مستقبل المعركة في الضلع؟ ما هو المطلوب من الجيش الوطني باعتبار أن المتحدث الرسمي باسمه معنا الآن؟ لا، الآخر متحدث باسم الجيش الوطني للأسف الشديد يعطينا كلام إنشائي، وللأسف الشديد يستخدم كلمة متسللين حوثيين. لا بالعكس يا سيدي، الحوثيين ليسوا متسللين، بالعكس يدفعوا بموجات بشرية جهارا نهارا، يعني بوضح النهار. لما تجد اي تقدمات، يعني المواقع التي قالت عدوى في بريس، انا استغرب الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه ثبتت في جبار ونان وصلح والقهره، ثبتت من اول يوم، وكثر الله خيرهم، كانت سوف تسقط غول الديمه وبعض غول الديمه، لكن كثر الله خيرهم ثبتوا. ولولا الحزام الامني والقوات العمالقه الغير تابعه لوزاره الدفاع كانت سقطت المناطق هذه. اما بالنسبه للقوله في جبال العود، لا يوجد اي تقدم اصلا، الجيش ثابت في مواقعه، ويبدو ان الحوثي ناور في جبال العود وهجم في دم. استغرب من الانتصارات التي تحققت، كان يمكن ان يصف ما حصل في مريش بانه صمود، يعني الجيش الوطني صمد، يعني في مريش فعلا تكاثر، يعني مسافه تزيد عن 30 كيلو متر وسقطت جبال ناصا، وكنا وجميع المواقع العسكريه ما يحدث 20 الى 30 موقع عسكري سقطت في غضون ساعات. اما بالنسبه الحوثي سوف يستبرد المهاجمه، لكن انا اوجه الاخ الناطق، طالما الناطق باسم الجيش الوطني معنا، المطلوب ليس كلام انشائي، المطلوب يا سيدي ان تحركوا بعض الجبهات الشمال، مثل جبهه طروح، جبهه الجوف، تحركوها، لا تهاجموا الحوثي، اطلقوا رصاص الجو فقط حتى يشعر الحوثي في خطر. اما حاله السكون والاستكانه والهدوء، هذا ما يشجع الحوثي على الهجوم على دمت، على مريس، وسوف يستمر. واذا لم يتم اختراق جبهه دمت، سوف يهاجم في جبهه الحشا، والحوثي يجرب يذهب مقاتل لاي جبهه ليشعلها. المطلوب انكم تستغلوا ان الحوثي بيدفع مقاتل الى جبهات بعيده، و تحركوا بعض الجبهات التي طرحها الحوثي امانا لدى الجيش الوطني، التي تركها امانا لديكم. البطل تحركوا قوات، البطل تطلقوا رصاص الجو، يا اخي حتى طلقت مسدس، من اطلق مسدس في بعض الجبهات. تقول الحوثي تقدم، تفضل التهم مريض بعد ما التهمت حجوز. تقول لك ان بعض الاطراف والقياده العسكريه في الشمال تريد ان يصل الحوثي الى الضالع لاشغال المجلس للانتقال من المجلس الانتقالي الجنوبي، او لاسباب سياسيه معينه كثير من الجهات. طيب، ولذلك تم ايجاد نعم سيد الهداشي الاسباب السياسيه. دعنا نسمع تعقيب نعم. سياده العميد مجلي على ما تفضلت عليه، تفضل سياده العميد. اخي العزيز، نحن نقول ان الجيش الوطني
وأكبر من أن تناله تلك الإشاعات المروجة أن الجيش الوطني متخاذل أو أن الجيش الوطني واقف في الجبهات. الجيش الوطني أخي العزيز سواء في جبهات صرواح أو في جبهات نهم هو سدا مني، وكذلك البيضاء هو سدا مني عن اتجاه تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية. لولا هؤلاء الأبطال من الجيش الوطني دافعوا على حرية وكرامة الشعب اليمني لكانت الميليشيات الانقلابية وصلت إلى المهرة ووصلت إلى حضرموت ووصلت إلى مختلف أرجاء الوطن، لكن هؤلاء الأبطال قدموا المهج والأرواح. وتلك المسافات والجبال التي وصل إليها الجيش الوطني لما تكون مفروشة بالورود والرياحين، ولكنها كانت أيضا لها تضحيات من الشهداء. أيضا أن الجيش الوطني الذي قدم أيضا الدماء الغالية والزكية ودافع عن كرامة الأمة في موريس وصمد صمود الأبطال من مختلف الألوية العسكرية والجيش الوطني، وصحيح أن هناك إسناد من قبل الوحدات العسكرية والأمنية، نشكر الجميع. وكان هناك فعلا استنفار كبير من أبناء محافظة الضالع الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام، هبوا أيضا إلى جانب الجيش الوطني واستطاعوا أن يكسروا تسللات الميليشيات الانقلابية الحوثية. نحن لا نكبر من الميليشيات الانقلابية والعمليات العسكرية، هناك سيطرة كبيرة وهناك الآن تقدم وهناك التفاف أيضا كبير من المواطنين، واستطاعوا السيطرة على عدد من المواقع وأهمها موقع حصن شداد وقرية سولان ومواقع هيئات تكتيكية في تلك الجبال العالية. وشكل الجيش الوطني أخي خط دفاعي موازي لخط المواجهة، واستطاع يكسر تلك الإمكانات القوى البشرية للميليشيات الحوثية، وكذلك أيضا له خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. هناك أيضا ضربات طيرانية وصلت إلى قمة جبل ناصا والجبال المحيطة. المعارك ما زالت إلى هذه اللحظة مستمرة، والميليشيات الانقلابية الحوثية ستنكسر، والأبطال الذين حرروا جبل ناصا وتقدموا إلى بالقرب من مدينة دمشق قادرين على استعادة تلك المواقع التي تسللت إليها الميليشيات الحوثية. أشكرك سيادة العميد عبد المجلي المتحدث باسم الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف المغرب على تواجدك معنا، والشكر موصول أيضا للمحلل العسكري السيد عبد العزيز الهداشي الذي كان معنا عبر الهاتف من الرياض. في ختام الحلقة أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.